السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم ياسر الكيلاني قناة خليكي جابت التعليمية. أكيد حضرتك مريت بتجربة إزاي تدور على بحث على النت، وطبعا زهقت من كتر ما بتفتح مدونات وما بتلاقيش فيها حاجة. أنا على سبيل المثال علشان أعمل بحث، إحنا كنا عملنا جميع المراحل، ما فاضلش عندي غير أولى إعدادي هي اللي لسه ما عملتهاش أي بحث، لكن الباقي موجود على القناة، تقدر تراجع الفيديوهات اللي فاتت وهتلاقيها محققة مشاهدات كويسة، الناس استجابت مع الفيديوهات وأبحاث كتيرة، وخصوصا بحث تاني إعدادي مسمع جدا مع الناس لأنه بصراحة خد مني مجهود كبير. بس وانا بدور في الابحاث بلاقي ان في مدونات كل همها انها تجيب مشاهده للمنشور وخلاص. يعني افتح البحث مثلا، اكتب الزياده السكانيه علشان اخد معلومات عن الزياده السكانيه، وافاجئ ان المعلومات اللي موجوده فيه عباره عن بيقول لي شروط البحث، اكد وزير التربيه والتعليم ان، ويحكي في حاجات فاضيه معروفه قبل كده، ويقول لك والله شروط البحث 1 2 3. طب ما انا عارفها، انا عايز معلومه جديده. طيب انت كنت بتدور على بحث علشان تاخد منه وتعمل زيه. طبعا في ابحاث نزلت على قنوات كتير، وفي قنوات كانت منزله بس ازاي تعمل بحث لكن مش منزله البحث نفسه. دلوقتي ناس كتيره عرفت ازاي تعمل البحث على القالب بتاع الوزاره. القالب بتاع الوزاره اللي هو بتاخد القالب ده وتنزله عندك على الوورد وتكتب جواه. طبعا لما تيجي تنزله هتلاقي الجوده بتاعته مش مظبوطه. في ناس ما بتفهمش في الشغل ده في الكمبيوتر، وفي ناس ما عندهاش كمبيوتر اصلا عنده تليفون. علشان كده انا خصصت الفيديو ده للناس اللي عندها تليفونات وعايزه تشتغل على التليفون. طبعا الاوفيس يا جماعه على التليفون صعب جدا، حتى الناس اللي هي محترفه في الوورد صعب جدا تشتغل على التليفون. انتوا عارفين التليفون الجمل فيه بتقلب على الاوفيس، تلاقي جمله مقلوبه واولها في اخرها، فهتلاقي الموضوع صعب انك تشتغل، كمان عايز دقه نظر عاليه، واحنا الحمد لله كلنا مركبين نظارات زي ما انتم شايفين. طيب يبقى ايه الحل؟ القالب بتاع الوزاره اللي هو بتكتب فيه البحث ده هتلاقيه الجوده بتاعته تعبانه، واستاذ مصطفى في القناه بتاعته كان شرح ازاي تخلي الجوده بتاعته حلوه من خلال موقع بيحول البي دي اف بيحوله لوورد. طبعا في ناس كتيره مش هتعرف تعمل الشغل ده، فانا فكرت في حل، قلت يا جماعه الناس اللي هي عايزه تشتغل من على التليفون انا هعمل لهم القوالب دي بجوده عاليه جدا، يعني هنزلها وهحولها لك انا وهرفعها لك انت، بس مجرد هتحملها. طب بعد ما تحملها هتعمل ايه؟ هتنقل بس فيها البحث، يعني هتخش مثلا على قناه زي قناه العبد لله فيها مثلا بحث عن السياحه لثالثه ابتدائي، هتاخد البحث ده عندك على التليفون وتشوف ايه اللي مكتوب فيه وتعمل زيه، يعني هتغير فيه بعض الجمل. كمان انا هنزل لك فيه ملف للصور، اختار منهم صورتين او ثلاثه غير اللي انا حطيتهم في البحث، هتنزلهم على التليفون بتاعك، وهتروح مثلا عند اي حد عنده طابعه او سايبر وتقول له لو سمحت نزل لي الفولدر ده. الفولدر هيكون فيه البحث بتاعك وشوية الصور، هتختار منهم انت صورتين، تمام؟ هتطبع الصورتين وتطبع الثلاث ورقات بتوع البحث، هتكتب وتغير بس المقدمة وتغير في النتائج، يعني هتغير حاجات بسيطة في البحث مع تغيير الصور والكتابة بإيدك، كده يبقى البحث بتاعك ملوش شبيه، وكده يبقى البحث بتاعك مقبول. هتاخد البحث بتاعك وتروح تقدمه في المدرسة وتريح دماغك من الوش اللي على النت. اتمنى تكون الفكره عجبتك وتكون فكره عمليه، علشان ناس كتيره عندها نت لكن ما عندهاش كمبيوتر، واللي عنده كمبيوتر مش عارف يشتغل على الوورد، مش كل الناس متخصصه في القصه دي. فانا كده يعتبر يعني حليت لك ولو جزء من المشكله. الروابط كلها هسيبها لك في وصف الفيديو، تمام؟ هتكون كلها على المدونه بتاعتي، هتدخل على الصفحه هتلاقي رابط مباشر، مش هدخلك في روابط اختصار روابط وتقعد اعلانات والكلام ده، لا، جوجل درايف على طول، تضغط على الرابط يحمل عندك على التليفون، تاخده وتروح تطبع ورق وتكتب انت زي ما انت عايز، وبكده يبقى خلصنا قصة البحث. لو عجبتك الفكرة ما تبخلش علينا بلايك وكومنت جميل كده من سعادتك. مع تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا انت بعد ما حملت القوالب دي وهتطبعها او هتكتب حتى على ورق عادي او ورق ابحاث من المكتبة، المطلوب منك انك هترفعها على منصة ادمودو. فهترفعها ازاي؟ لازم تصورها عشان تحولها للبي دي اف. البرنامج اللي هو كام سكانر ده بيقوم بالمهمة دي، هنضغط عليه كده، تمام؟ هيفتح معانا، دي صور انا كنت واخدها قبل كده، هنفتح الكاميرا دلوقتي اهو، هناخد ده مثال مثلا ظهر كتاب من كتب المعاصر، وممكن اميل الكاميرا. بص انت حتى لو الكاميرا مالت منك كده، تعال نجرب تجربة. هنفترض ان دي ورقة البحث بعد انت ما كتبتها، هتضغط على الكاميرا، تمام؟ زي ما انت شايف هو بيحددها، اول ما بتقول له التالي هنضغط على كلمة التالي دي، السهم اللي على اليمين اهو، تمام؟ هتبص تلاقي هو راح رافعها لوحده وراح معدلها زي ما انت شايف. تختار بقى الجودة اللي انت عايزها، عايز اضاءة عالية، عايز وضع رمادي، عايز اضاءة منخفضة، تمام؟ الاضاءة المنخفضة يعني شكلها كويس، عايز اصلي، تمام؟ الحاجة اللي انت تعجبك وتلاقي ان شكلها مظبوط.
بعدين بتدوس حفظ على السهم اللي على اليمين ده، حفظ اهو خلاص كده هي اتحفظت. بس كده ادي طريقة الموبايل، ان انت بتصور بكام سكانر وبعدين بترفعه على منصة ادمودو. في نهاية الفيديو هتلاقي الرابط اللي بيوصلك للفيديو اللي بنشرح فيه ازاي تدخل على منصة ادمودو. ده القالب اللي انا هشتغل عليه. القالب دلوقتي هاخده وهضعه على الوورد بطريقة سهلة جدا. هفتح ملف الوورد وبعدين هقول انسيرت واختار بيكتشر يعني صورة، تمام؟ ومن على الديسكتوب هختار الصور بتاعتي اهو مثلا، فرضا ان هي دي. هتطلع مش مظبوطة بالشكل ده، انت هتدوس عليها كليك يمين وهتختار هنا، تمام، سايز اند بوزيشن، الحجم والتموقع بتاع الصورة. هتدوس هنا تختار مثلا بيهايند تكست، تمام، وتدوس اوكي، وبعدين تعدل فيها زي ما انت عايز، زي ما انت شايف اهو نزلت. وبعدين تقدر تزاهي الصورة احسن من كده كمان، يعني تروح على الكالر دي وتختار اخر حاجة من هنا، وعلى الكوريكشنز التصحيح وتختار برضو كده، هيطلع معاك بالشكل ده، تمام. وتقدر تمد فيها زي ما انت عايز اهو، تمطها على حجم الصفحة. بعد كده هتبتدي انت لو عايز تنزل صورة او حاجة، سهل جدا، يعني مثلا الصورة اللي انا نزلتها من شوية، هدوس insert picture واختار من على الداونلود. فين انا نزلتها؟ تقريبا نزلتها على الديسكتوب اهي، الصورة اللي انا نزلتها من شوية. هنا هضغط على الصورة كليك يمين، وبعدين برضو هختار behind text خلف النص، وهنضعها هنا ونشد فيها براحتنا على حسب الحجم اهو، عادي جدا، وهشتغل عادي جدا. طيب هنا في النص هعمل ايه؟ هتختار النص اللي انت هتنسخه من ويكيبيديا او هتكتبه بايدك. كل الحكاية ان انت هتعمل insert وبعدين هتعمل تكست بوكس، تمام، درو تكست بوكس، وهتشتغل هنا وتكتب عادي اهو، تمام، عادي خالص مفيش مشاكل. وبعد ما تخلص وهتكبر الخط زي ما انت عايز، وهنا هتقول له نو فيل علشان ما يعملكش لون جوه، وهنا الشكل اللي انت شايفه بالازرق ده هتقول له نو اوتلاين، مفيش خط خارجي، وكده هيظهر كانه هو موجود، زي كانه هو ملف وورد مكتوب جاهز. ده اللي انا عملته، ملخص اللي انا عملته، يعني انا اجيب لك الملخص وانت تقدر تكمل الباقي. ده القالب اللي انا هشتغل عليه. القالب دلوقتي هاخده وهضعه على الوورد بطريقة سهلة جدا. هفتح ملف الوورد وبعدين هقول insert واختار picture يعني صورة، تمام، ومن على الديسكتوب هختار الصور بتاعتي اهو مثلا، فرضا ان هي دي. هتطلع مش مظبوطة بالشكل ده، انت هتدوس عليها كليك يمين وهتختار هنا، تمام، سايز اند بوزيشن، الحجم والتموقع بتاع الصورة. هتدوس هنا تختار مثلا بيهايند تكست، تمام، وتدوس اوكي، وبعدين تعدل فيها زي ما انت عايز، زي ما انت شايف اهو نزلت. وبعدين تقدر تزاهي الصورة احسن من كده كمان، يعني تروح على الكالر دي وتختار اخر حاجة من هنا، وعلى الكوريكشنز التصحيح وتختار برضو كده، هيطلع معاك بالشكل ده، تمام. وتقدر تمد فيها زي ما انت عايز اهو، تمطها على حجم الصفحة. بعد كده هتبتدي انت لو عايز تنزل صورة او حاجة، سهل جدا، يعني مثلا الصورة اللي انا نزلتها من شوية، هدوس insert picture واختار من على الداونلود. فين انا نزلتها؟ تقريبا نزلتها على الديسكتوب اهي، الصورة اللي انا نزلتها من شوية. هنا هضغط على الصورة كليك يمين، وبعدين برضو هختار behind text خلف النص، وهنضعها هنا ونشد فيها براحتنا على حسب الحجم اهو، عادي جدا، وهشتغل عادي جدا. طيب هنا في النص هعمل ايه؟ هتختار النص اللي انت هتنسخه من ويكيبيديا او هتكتبه بايدك. كل الحكاية ان انت هتعمل insert وبعدين هتعمل text box، تمام، draw text box، وهتشتغل هنا وتكتب عادي اهو، تمام، عادي خالص مفيش مشاكل. وبعد ما تخلص وهتكبر الخط زي ما انت عايز، وهنا هتقول له نو فيل علشان ما يعملكش لون جوه، وهنا الشكل اللي انت شايفه بالازرق ده هتقول له نو اوتلاين، مفيش خط خارجي، وكده هيظهر كانه هو موجود، زي كانه هو ملف وورد مكتوب جاهز. ده اللي انا عملته، ملخص اللي انا عملته، يعني انا اجيب لك الملخص وانت تقدر تكمل الباقي.
وكده كده الملف انا هسيبه لك جاهز تقدر تعدل فيه براحتك. ما تنساش تعمل لايك للفيديو علشان تدعمنا، واستنانا في الفيديو الجاي مع بحث جديد ومرحلة دراسية جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.